هذا ما فعله الزلزال ومئات من هزات تبعته متحالفة مع عواصف الثلج في بلاد لا يختلف من رآها على أنها من جنان الله. ومع تضاعف أعداد الضحايا بمرور الوقت واشتداد البرد والتعب، تواصل كل أجهزة الدولة التركية جهودها التي انطلقت منذ اللحظة الأولى كتفاً إلى كتف مع عشرات الآلاف من المنقذين في 10 ولايات صب الزلزال جام جبروته وقسوته عليها. ويعلن الرئيس أردوغان حالة الطوارئ في تلك الولايات داعياً الجميع إلى الوحدة والتضامن. تفيض المطارات بالمتطوعين وتلهج ألسنة الملايين في تركيا والعالم بالدعاء للمنكوبين. يموت الآلاف بين طبقات الأبنية ويخرج أطفال كالصبح يتنفسون ويعدون بحياة ومستقبل واعد لهذه البلاد. أحياء وربما مدن بأكملها مسحها الزلزال مسحاً عن وجه الخريطة، وبينما لم تزل فرق الإنقاذ والبحث تواصل الحفر والتنقيب عن الأنفاس، تعد تركيا بأن تخرج كالعنقاء من تحت الركام، وتقول على لسان رئيسها أردوغان بأنها ستعيد بناء كل ما تهدم من آلاف البيوت خلال عام واحد. نعمل على مواصلة رفع الأنقاض وإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، وسنعالج الانهيارات الموجودة، وسننجز تلك العملية في المنطقة خلال سنة واحدة كما فعلنا في عدد مختلف من المدن خلال الأزمات السابقة، ولن نترك أي من مواطنينا في الشوارع، وسنقدم المساعدات للجميع. نواصل جهودنا لوضع المتضررين في عدد كبير من فنادق أنطاليا وألانيا ومارسين، وأن نيسر كل السبل والإمكانيات لنقل المتضررين وإسكانهم هناك حتى إعادة الإعمار بشكل كامل. تشققت الأرض، فعجلت الحكومة بإصلاح ما تدمر من الطرق، وشقت المساعدات طريقها جواً وبحراً، وأنشأت الحكومة لمواطنيها عشرات المستشفيات الميدانية، وفتح جيشها ثكناته العسكرية لإيواء المنكوبين الذين لم يبق لهم الزلزال ولم يذر. بعضهم أوائل ملاجئ طارئة أقامتها الحكومة، فوجدوا فيها الطعام والحاجات الأساسية. تساهم في إمداد ذلك حملات لجمع التبرعات أطلقت لغوث المتضررين في كل الولايات التركية. وفيما لا تزال مئات العائلات مدفونة أو موؤودة تحت أنقاض منازلها، يظل المتسلحون بالأمل من فرق الإنقاذ والمتطوعين أبطال القصة رغم عواصف الثلج وطبقات الركام ومساحات الدمار.